بص بقى يا زيزو، انا بكلمك دلوقتي راجل لراجل، واديك شفت بعينك الخناقه اللي حصلت بيني وبين امك الصبح، صح؟ صح. حلو، هتروح بقى لامك تقول لها المكنه تمام ودوسه والكلام ده، انا وانت هنبات في شنطه العربيه. يبقى ليه؟ مش هقول لها. جدع جدع على زيزو. بس هاكل فول. فول؟ لا فول ايه يا زيزو، دي حاجه مستحيله، انت عندك حساسيه من الفول والدكتور منعك. والنبي يا بابا، ما احنا لو عملنا كده امك هتسود عيشتي برضو، يبقى عملنا ايه؟ مش هتعرف اكل فول ومش هقول على طنط دوس. ولا المكنه؟ ولا المكنه. ماشي، بس عشان صحتك يا زيزو هتاكل معلقه فول واحده بس. حاضر يا بابا. زيزو يا زيزو، كفايه اكل فول، كفايه، هو ده اتفقنا؟ حلو قوي يا بابا. ما انا عارف انه حلو، بس المشكله ان انت عندك حساسيه منه. كويس. انا عارف انك كويس، المصيبه في بالليل قبل ما تنام جسمك كله بيضرب احمر وبيبان عليك وبتبقى مصيبه سودة. امك مش هتسيبنا في حالنا. يلا بينا. خلاص سيب الاكل. ما كنا راكنين فين بقى؟ هنا يا بابا. يا نهار ابوك اسود. ابني في ايه اللي حصل؟ خضتني في ايه؟ ابننا يا احلام، ابننا ماله؟ عايز مره في شويه. مش فاهم حاجه، ما تخنفش. انا مخضوض على الواد احلام، ما توترنيش. كلموني في الحضانه من شويه بيقولوا لي الواد جسمه كله ضرب احمر وجسمه لهلب فجاه. يا ساتر يا رب. يا زيزو يا حبيبي، مالك فيك ايه؟ عملت ايه في الواد؟ ايه يا احلام، هكون عملت ايه في الواد؟ وبعدين انت ايه اللي جابك؟ الموضوع مش مستاهل. انت بتقول ايه؟ يا دكتور ايه اللي حصل؟ قول لي يا حبيبي اكلت ايه النهارده؟ ايه اللي كان يا دكتور؟ واحنا هنجوع الواد؟ ما تسيب الدكتور يتكلم. ما هو بيقول سؤال انا عمري ما سمعته في حياتي. بعد اذنك، انا عارف شغلي كويس، انا بساله ايه اللي كاله وعمل له حساسيه كده. قول يا حبيبي اكلت ايه؟ هيكون اكل ايه؟ يعني هيكون اكل إيه؟ اكيد السندوتشات اللي انت بتعملها له، ايه اللي عملت فيه كده؟ اقسم بالله يا دكتور ما بعمل غير سندوتشات الجبنه والحلاوه اللي انت قايل لي عليهم. بقول لك يا زيزو، انت خدت حاجه من صحابك يا حبيبي؟ قول يا حبيبي اكلت حاجه من حد من صحابك؟ ما اكلتش حاجه. حلو، يلا بينا نقوم نمشي. نقوم نمشي فين؟ الواد عامل كده. ما الواد بيقول لك ما اكلش حاجه. عطشان قوي يا ماما. حاضر يا حبيبي، روح هات للواد ميه بسرعه. الواد قال عطشان يا ماما، ما قالش عطشان يا بابا. هو انت الحنيه؟ ما فيش حنيه خلاص. بعدين انا اسيب ابني في حاله سيدي؟ يا سلام، ومن امتى الحنيه دي كلها؟ ماشي يا كراكيلي، هجيب لك يا حبيبي تشرب بسرعه. بقول لك يا دكتور، الواد ده كان فول. ايه؟ ايه فول؟ ايوه. انا مش نبهت عليك قبل كده على حوار الفول ده؟ بالراحه يا محمد، اديك على هات لي حقنه تكسا ميسازول من عندك. يا نهار اسود، الواد طلع واكل فول زي ما توقعت. انت هتسيح لي يا جدع. انت فول ايه؟ مين كان فول؟ لا مفيش، احنا هنطلب فطور تاكلي معانا؟ اه طعمه ايه؟